الكرة للجماهير مبدأ وهتاف بنسمعه في معظم ملاعب العالم. الكرة للجماهير ده المبدأ اللي بيعيش عليه جماهير الكرة في أي مكان في العالم، مش بس في مصر، أي مكان في كرة قدم بتسمع هتاف الكرة للجماهير. اتربينا وعشنا على هذا الهتاف، لكن في دولة بيحكمها العسكر بالحديد والنار أصبح الجماهير موجودين داخل السجون. ألتراس أهلاوي وألتراس زملكاوي، أي حد من روابط الألتراس صنفته الدولة المصرية إنه إرهابي، والسبب هو مشاركة الألتراس في ثورة يناير، السبب وقوف الألتراس قدام الداخلية، السبب هتافات الألتراس اللي عرت وفضحت النظام العسكري خلال السنوات اللي فاتت، السبب هو عيون واحد زي مرتضى منصور اللي بيحارب كل جماهير الكرة المصرية سواء كان الأهلي أو الزمالك على حد سواء. خلال الأيام اللي فاتت حملة شرسة بتشنها قوات الداخلية المصرية ضد جماهير الكرة المصرية، والسبب اقتراب ذكرى ثورة يناير. وعلى الرغم من ان هتاف الجماهير المصرية اخطف من البيوت، عمر ده ما هيحميك، لان الحكومة ما زالت بتخطف الجماهير من البيوت وقدام الملاعب. متابع. يبقى الخطف من البيوت عمره ما هيحمي السلطة زي ما عمل قبل كده مع حسني مبارك وعمل مع المجلس العسكري، ما قدرش خطف الجماهير ومنعهم من دخول المدرجات ومنعهم من التشجيع، عمره أبدا ما هيحمي السلطة. امبارح كان في مباراة مهمة للنادي الأهلي مع أحد الفرق الأفريقية، الجمهور الأمن تعامل بإهانة بشكل مهين جدا مع جماهير النادي الأهلي، أخذوا منهم كل حاجة، أخذوا منهم وسائل التشجيع، أخذوا منهم الأكل، أخذوا منهم المية، أخذوا منهم اللبس، أخذوا منهم كل حاجة، ما أدى إلى انسحاب مجموعة من الجماهير جماهير النادي الأهلي من استاد السلام بعد الدقيقة 40 احتجاجا على ما قام به الأمن المصري. لكن الغريب أن الأمن كان عامل كردون كمان بره الاستاد ومنعهم من الخروج، يعني هتشجع وقت ما احنا عايزين، هندخلك بمزاجنا، كمان هنخرجك وقت ما احنا عايزين. هاشتاج اوقفوا الاهانة ضد الجماهير، وكذلك هاشتاج كفاية حبس الجماهير، تصدر الترند في مصر خلال الساعات اللي فاتت بعد التغريدات قارب على 63 الف تغريدة. منهم مصطفى عاطف بيقول السجون مش مكان المشجعين، السجون مش لبتوع الكورة، خرجوا الجمهور، طلعوهم لأهلهم لأهاليهم وأيامهم وأصحابهم وكفاية، سنين بتضيع في السجن، كفاية حبس للجمهور. محمد بيقول جمهور الأهلي قرر يقاطع الماتش ويسيب المدرج ويمشي اعتراضا على انتزاع أدوات التشجيع والقمع في المدرج ومنع الهتافات، الأمن أفلهم البوابات ومنعهم من الخروج، جمهور الكرة في مصر بقى عايش في سجن كبير في الاستاد وبره الاستاد، محدش قادر يوقف الجنان والمهزله دي. جين الثوره بيقول ازاي بتطالب بالحريه للكيان او الالتراس في والوطن نفسه محبوس، وزير الداخليه اشمعنى الاهلاويه. بوب مارلي بيقول علشان بلد نظامها فاشل وفاسد، لازم يخافوا من الجماهير والبدايه من هنا، كفايه حبس للجمهور. سامح سامي بيقول تحت هاشتاج كفايه حبس للجمهور عصابه السيسي بتحبس جمهور كوره، عصابه مرعوبه من مدرجات استاد، عصابات السيسي اضعف مما نتصور. محمد ايضا بيقول كفايه اعمار الشباب اللي بتضيع في السجن، جمهور الزمالك شبع حبس كفايه. الناشطه منى سيف علقت وقالت الا يوجد في هذا الوطن من يقف امام هذا القمع والبطش، شباب كرة القدم يعاني والجماهير العاشقة تسجن وتموت وتحرم من مؤازرة فريقها فداء لقاتل مختل يتحكم بنادي الزمالك الكبير. فتحي بيقول أنا مشجع كرة مش إرهابي، أنا كل هدفي نقف في الاستاد وشجع فريقي، أنا كل جريمتي أن أنا وقفت وهتفت وقلت
بروح بالدم هفدي فريقي. انا كل جريمتي ان انا خرجت علشان اشوف الحاجة اللي بحبها وبعملها، لكن في بلد بيحكمها السيسي والمصريين من وجهة نظره كلهم اي حد يتكلم بيكون مصيره السجن، زي ما كان مصير المعارضين بقى مصير المشجعين بقى مصير كل المصريين.